والحاجة يعني ها بدأت شوية، بس برضو في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا الأوضة مش كله اللي بيبيعها برضو رخيصة وغالية. خد بال حضرتك يعني الخضار كله برضو، الفراخ اللحمة الحاجات دي برضو، والفاكهة برضو. أنا كنت بجيب بالكيلو بصراحة، وبعد كده يعني بقل دلوقتي، بقيت بجيب على القد عشان طبعا الحاجة غالية عليا، وجوزي ظروفه على قده طبعا، لازم أمشي على قدي. الناس غلابة كتير قوي على فكرة يعني، والناس جدا غلابة، وفي ناس بتقدر تجيب الحاجة وفي ناس لأ. انا بشتري حاجات بطاطس، حاجات يعني البيت اللي هي متنوعه، يعني اللي هي الاساسيه في البيت، بيض، بطاطس، جبن، الحاجات اللي هي الاساسيات دي. لا غاليه جدا، بالنسبه للبولتي ب 30 و35، واللحوم ب 120 و130، يعني حاجه بصراحه. يعني الغلبان اللي مش لاقي، اللي معاه عيال كتير ده يعمل ايه صراحه؟ يعني هيعمل ايه في الغلاء اللي هو متوده على طول ده؟ الليمون اللي ب 30 جنيه ده، ويعني ايه تاني؟ ايه رخيصه؟ ما فيش حاجه رخيصه غير البطاطس والبصل بس، والقوطه. والقوطه نزلت يعني الحمد لله. بتشتري ايه دلوقتي؟ لا نازله، بس اشتري حاجات كده طرفيات كده شويه، بصل وبطاطس. لان عندي الحاجه انا موجود. البانيه ب 80 وب 90، البانيه ب 80 وب 90، الاوراق ب 35 وب 7 و 8 ب 38 38 الاوراق. يعني الناس اللي معاها 3 4 تعمل ايه بصراحه بجد؟ يعني الحل ايه من وجهه نظرك؟ والله الحل بقى الحكومه بقى اللي تحل لنا الحل بصراحه. تبص للشعب شويه، لان الشعب مطحون. يعني اللي معاه عيل في معاد، معاه عيل في كليه، شوف المصاريف قد ايه، والثانويه العامه. الناس مطحونه بجد بجد، يعني خلاص. يعني المفروض كده يبقى في رحمه للناس. عايزين الحاجه تبقى ب 2 جنيه بدل اللي هياخد فرخه هياخد 2. الحاجه كلها مولعه، مش على الفراخ بس، على الدنيا كلها، الناس كلها بتشتري. البلد اساسا واقعه زي ما انت ما شايف، كل الفراخ البيضة بقى ب 33 جنيه. ايه اللي غلاها؟ غاليه من فوق، غاليه من فوق، مش مننا. الناس كلها بتشتكي، لا في بيع ولا في شراء، ما فيش اي بيع خالص. محل كان بيبيع 50 قفص، دلوقتي ما بيبيعش 5 اقفاص من الجو غلى. الحاجه بقت بتقعد في المحل بالسبع ايام والعشر ايام. الناس تعبانه خالص، كل واحد يجي يخش يقول لك عايز فرخه بيشتكي، بيشتكي من غلى. بقت اللي ياخد له فرخه ياخد فرخه ب 100 جنيه ولا ب 90 جنيه. كان له واحد معاه 5 6 عيال وحالته على قد يموت، 100 جنيه ياخد له فرخه 8 يوميه. الهياكل ب 12 جنيه، الهياكل ما كانتش ليها لازمه ب 12 جنيه، الاوراق ب 35 جنيه، الفليف 75 جنيه، فراخ البلدي ب 40 جنيه، البط اللي هو الابيض اللي ما كانش ليه لازمه ب 48 جنيه. ده يرضي مين ده؟ اقبل عليك انت بائع على ايه؟ ايه؟ اكتر حاجه بتبيعها الهياكل؟ اكتر حاجه ببيعها الهياكل دلوقتي عشان هي رخيصه. اكتر حاجه ببيعها عشان هي رخيصه وكل حاجه واقفه. طالب ايه؟ طالب ايه؟ بطالب بالرحمه شويه، الرحمه مش اكتر. جوانح 13 جنيه. شايفه الدنيا ايه معاك؟ شايفه الدنيا غاليه وما فيش زباين ولا في اي حاجه، والدنيا غالية يا ابني، والحاجة غالية، والله ما عارفين نعيش والله العظيم. ليه السبب؟ ها؟ السبب؟ ما نعرفش، الله أعلم يا ابني، ما نعرفش الله أعلم. الدنيا غالية، كل حاجة غالية. البتنجان اللي ملوش لازمة ب 10 جنيه. البامية ب 25 جنيه. الفراخ الصاحية ب 32 جنيه. الوراق ب 35 جنيه، كل حاجة غالية. كل حاجة غالية. كل حاجة غالية. السمك النهارده، السمك اللي هو كده ب 30 جنيه وب 35 جنيه، يعني اللي معاه 3 4 عيال يعمل ايه؟ يموت يعني؟ احنا حاسس مش عارفين نشتغل. كلميني على الجوانح دي. هياكل الكلام ده. الهياكل دي ب 13 جنيه، اللي كانت ب 2 جنيه وب 3 جنيه. ايه اللي غلاها؟
ما الحاجة غالية، العلف غالي، العلف غالي أصلاً، العلف بتاع الفراخ غالي. الظروف هي كلها واحد، ما فيش أزيد من الزيادات، بس هي اللي بتتعب الناس. طول ما في زيادات طول ما فيش بيع، ولا أكتر ولا أقل. زيادات على إيه؟ على كل حاجة. ما فيش حاجة أرخص في الدنيا دي غير البني آدم. أرخص حاجة في الدنيا هي الحاجة الوحيدة اللي رخيصة في الدنيا دي، غير كده لا. الأسعار عندك عادية، بص على التسعير كده سيادتك، 3 جنيه، 2 ونص، 2 جنيه. الإقبال على البيع والشراء نايم. أنا سيادتك كنت بجيب النقلة بتباعها في يوم، نقلة الخضار دلوقتي بتكفيني 3 أيام و4 أيام، ده غير اللي بيطلع بايظ من الركن. طالب ايه؟ ده عيشة حلوة، عيشة مرتاح، في كتير قوي مرتاح، بس محدود الدخل هو اللي مش مرتاح. محدود الدخل مفيش، ما معاهش اصلا عشان يجيب، محدش معاه فلوس حتى يجيب اي اكل ولا شرب. احنا لاجين ناكل يا عم الحاج، ما عاوزين الامور تتصلح، هتصلح انت ان شاء الله. مفيش حد راضي يحس، احنا ناس غلابه، احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا احنا الشعب البسيط ده يتعب؟ لنا دعوه احنا؟ الناس بتلعب سياسه مع بعض، احنا داخلنا احنا والنبي. انا دلوقتي ببيع شويه حاجات ما حسيتش غيرهم. مش لاقي بيع، وده بدعم محله ومش لاقي، مش لاقي بيع. وشباب قالوا ولا لقيت بيع ولا تعمل. بس بلاش حاجه يا عم الحاج، المفروض احنا يحسنوا صوره الشعب الغلبان ده. ده الشعب ملوش ده ذنب يعني. لا لنا في السياسه ولا بغيره، غلب علينا الحياه، احنا ذنبنا احنا. كلنا تعبين اخر تعب. هجيب منين الناس؟ البطاطس ب 3 جنيه والقوطة رخص، كانت غالية ورخص، بس اللي غالية الفراخ واللحمة هي اللي غالية، والسمك. أنا اسمي سعد، أنت منين طيب؟ يعني بنجيب بس بالعافية، هنعمل إيه؟ بنجيب على قدين. اللحمة ب 120 و130 بنجيب على قدنا عشان الصيام، هنصوم مش هناكل حاجة، هنعمل إيه؟ هي الغلابة بقى اللي رايحين في الرجلين، الفراخ واللحم والسمك هم اللي غاليين. بالنسبة انتوا يعني شفت ان الطبقة المتوسطة الموظفين وكده بيقدروا يعيشوا في رمضان ويقدروا يجيبوا الحاجة، ولا صعب عليك؟ برضه كل الناس غلابة، وكل الناس بتشتكي والله بغلو الحاجة يا ابني. بس اللي أكتر الغلبان اللي زي حالاتنا هو اللي بيجيب الحاجة بالعافية. عندك عندك ولاد قد إيه؟ أنا متجوزة. عندي 4 بنات وولد، بس متجوزين، ما فيش الا انا والراجل، بس العيال بقى بيجوني يعني يفطروا عندي.